الأخبار، حابة حضراتكم معانا مرة تانية. بقالنا فترة طبعا وإحنا متابعين اهتمام أجهزة الدولة بملف تطوير العشوائيات وجولات والشغل اللي عاملاه الحقيقة دكتورة ليلى اسكندر وزيرة التطوير الحضري. امبارح كانت الوزيرة في المنيا وتفقدت تطوير منطقة عشش محفوظ في محافظة المنيا، وكان طبعا بطبيعة الحال بيرافقها في الجولة دي المحافظ. هنتابع مع حضراتكم اللي حصل في الجولة وإيه اللي تم فيها في التقرير اللي جاي. ضمن أعمال التطوير الحضري بمحافظة الصعيد جاء المؤتمر الذي عقدته وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات ومحافظ المنيا بمقر المحافظة للتعريف بمشروع تطوير عشش محفوظ ومراحله الجارية. لما بننقل ناس في عمارات وتكدس من هنا بننقله لهنا ماش عملنا حاجة، لكن تغيير حياة الناس أصعب بكتير من العمران، لذلك الموضوع عايز نفس طويل ومش هيبان مرة واحدة، ولكن الشغالين في التنمية عارفين الموضوع ده. بنسعى ان احنا نعمل اعلى خدمات في المنطقة. كل الكلام متأخرنا عليكم علشان بنتكلم في الدعم الصحي والدعم التعليمي والدعم التدريبي وإيجاد فرص عمل في المكان. المؤتمر أعقبه تسليم مفاتيح عدد من الوحدات بالمرحلة الجديدة لبعض السكان، تلته زيارة للمنطقة لتفقد الحالة النهائية لبعض الشقق الساكنة، فيما عبر السكان عن الفارق بين المشروع والعشش التي كانوا يسكنونها من قبل. فدلوقتي برضو نظافة، برضو شقة حلوة محترمة وعمارة كده يعني. وقت شقة حمام متسكل بوحدي وحمطبخ وحدي أوض وحدي، كل عيل أوضة وحدي وإحنا وحدينا أحسن من بكتير ما كنا نكون في أوضة واحدة. ضروره جوا من الله، إحنا ما كناش هنطول دوت، بس أهم حاجة ربنا يسهل الأمور ويكفينا شر الوحش، وضروره الحمد لله من عند الكريم. المشروع يستهدف تطوير المنطقة من خلال بناء 37 عمارة سكنية حديثة على 3 مراحل تضم عددا كبيرا من الشقق السكنية والمحال التجارية. تحويل منطقة عشش محفوظ إلى منطقة حضارية تم في 7 أشهر، وهو ربما ما يظهر بريقا من الأمل في أن تتحول كل المناطق العشوائية في البلاد إلى مناطق متحضرة. محمد الريس، الحياة اليوم.